لك خلونا يعني بس كابتن فاروق يا كابتن رضا، خلونا نقول وانتم نجوم كبار، سواء كابتن كمونه كابتن ابو ذهب وكابتن رضا تمام، وحضرتك كابتن فاروق انا عارف ان انتم اول ناس داعمين لمنتخبكم واول ناس داعمين للجهاز الفني حتى لو في اخطاء، خلونا داعمين للنهايه وان شاء الله باذن الله يا رب ربنا خير ظنوننا كلنا ونحصل على البطوله ونكون افضل شيء ونحسن في المباراه القادمه ان شاء الله. والله العظيم يا دكتور انا قلت لو خد البطوله لروح له في المطار وابوس ايده. هروح انا وانت بقى انما هو لو ما خدهاش دكتور ما تنساش تاخد كابتن رضا. انا بقول لك انا هروح معاه لو ما خدهاش هو اللي يبوس ايدي. بس كابتن رضا لا، وبعدين كابتن رضا كان مع الحاج رضا شعلان كمان من يومين، بسم الله ما شاء الله يا كابتن رضا، ايه الجمال ده حبيبي منور دايما يا كابتن رضا معانا يا دكتور. بشكرك يا دكتور ايهاب، بشكرك وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا، ان شاء الله الماتش الجاي نكسب ان شاء الله، بعد كده في دور 16 كمان ايا كان المنتخب اللي هنقابله تبقى الامور بالنسبه لنا شخصيه منتخبنا تبان بقى الشكل اللي احنا بنقول. احنا بقى لنا 3 ماتشات، ممكن الثلاث ماتشات تسخين، الماتش الفيصل او الاقصائي بقى في دور 16 يبقى مختلف لمنتخبنا الوطني.